agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland oo ay weheliyaan barasaabka gobolka Awdal iyo meerka magaalada Boorama Salaadiin wax garad iyo masuuliyiinka kala socday hay'adda UN Habitat iyo shirkadda dhismaha ANCC ayaa maanta si wada jir ah u bilaabay dhismaha guriyo loo dhisaayo dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Boorama kuwaas oo tiradoodu dhan tahay 215 guri waxana munaasabadani ugu horeyn ka hadlay barasaabka gobolka أوضل ميرك مقالة بورة مسليبان حسن حدي إيا السودان حسن حدي بادي وحانا أي سودة ويين مشروع عني مانتل لغير قلينا أيو مقالة بورة ما تي وزارة ده هادي ياد بانقوبة حدقيا مددي أي حلك هايين وهادي ياد دادال بضان أي سمايين دادال كودي أيو كيبي وانو حقبط كي حكومة ده بحرشيننا مشروع عني إنو سفضود إنو قوهر قلو إن شاء الله تعالى فريتان كي سنة وين قالوا صاقة بقولوا ما الحوينة تمرية السومال الآن أنت لوقون ده مشروعا وادك ماذا برعه دك ماذا بورنا يدك ماذا بربرة إب إن أوره ده هرجس وقصي صعوب وقص عليه مشروعه لكن هل كويح وقص عواي لوكي أو حل جع أنجع عن لوحين ما يركوه رنا إم بدنا كهول قلة لكن ما أنت إلى هاي قولها ما أنت الجوجا يلاحق وقت فجيو تدخل جنا إلى هوسخري أرد توايدكم ما هنقينا هاوشان ما أنت رجع دقو أوهري وابلا وامك شو دوار قولي دي إن عدل أنا ما مبل دولة ده أما هي هذه هي مشان إيرا السمايسو هي إيرا كشة قيسو هي إيرا كور هاي سبب وطيب ده شو دوار ده ندلنا دول كان واسد عن ربي حناي وحيق ونارك هسيكا هدلاي إجنير عبد السامد أوكوا اللاي أفكا شركة دا NCC أو أه شركة دا إيادو فولين إيساد اسمهاني إيو إنجنير حسين علمي قدال أو إساوكا سعودي هيا دا UN Habitat أو إيادو أه هيا دا فولين إيساد اسمهاني وحانا هذا لدو دا كمدها أنا كنتراتر هدي أنا هاي أن قاتي اسمهاني NCC وحانا مبلغ قادرنا إن شاء الله تعالى ونحن نشوف إنجنيرك هيدونا كلي وتاك تاك يا تاسكا وحو برنيا دوكا وحو قبرنا روا قبل خيغي اي دد ميل كلي كيمتي هورتمي انا نسيد وحو قبرنا ان شاء الله تعالى انا واحد صدعه عيد يا هلي تايت او شرو عن ان كرجليتيسا كمسوله لبدا بقولي شني تبن كا غوري وحنا قرشيسن ان بيشن مارش لا بلابو مركا بيشن مارش وحا كونتراكتر كا او تالا انو ديار غرو قلب بسم الله الرحمن الرحيم ومشروع على ورسو انو سو دياري قلب بيشن غوريغا ويك بلان بانو يلا ندورين ان المشروع كله ما ينو لغا بلاو بيش ابريل الى بيش اوغست شنتا بلود ايو مشروع سوانيا waxaan rabnaa in bishii la dhameeyo 3 iyo 4 guri gabagabadii waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland Haaji Maxamuud Jibriil waxaana uu ka waramay mashruucani iyo halka ay ka keeneen markiistee dib u qulimaadeen madaxweyneen jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siray ayaa uu loo boqolay 15 guri hal siibur halkala bad hal siibur saasina inuu ugu timid waxaan weey runtii intii ay dowladda hore Soomaaliya loo dhintay ama waqtigii mustaamarka ba ama ilaa maanta 215 guri oo wada socda laga ma dhisin dalkeena gobolkooda laga ma dhisin taasoo waliba aanu qayb ka nahay dalbanay oo nidaa registration kara noogu dara insha Allah markii internet dhamaato si kastaba ha ahaatee mashruucani guryo dhiska ah ee laga hirgelinayo galbeedka magaalada Boorama ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa ah isla markaasina laga dhisaayo magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal Maxamed Cabdullaahi Dabshid adeeb.com magaalada Boorama